أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله في المعروف
أن آمنوا بي
ربك أن يلزمنا
Yeah.
لما تعبيتني كنت أنت الرقيب عليك وأنت على كل شيء شهيد وبالحق يا زمان وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كانت هذه التلاوة القرآنية مباركة قد تلاها علينا فاضلة القارئ الشيخ عثمان عبد الزين الغنام مدرس القرآن وعلم القرآن بالأزهر الشريف والمقيم بمركز ومدينة دينية الصوت والنور ومغازي الفراشة العزيزة الكبرى ركبة تقدر تشرع اولاد شبانا المقيمين بحزب الدرويش اما كل ما جاءنا من الاعزاء كان سعيهم مشكور